السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله مفيش أي وصفات للرجيم، عشان النهاردة أنا جايبة لكم معلومة مفيدة إحنا بصراحة كلنا ماشيين عليها، اللي هو زيت حبة البركة. أهو اللي هو ده اسمه زيت حبة البركة، ده بيتجاب من عند العطار وهو مفيد. يعني إحنا بديه للأطفال، يعني أنا أول واحدة أنا بديه لأولادي، ووالدتي مولفانا عليه مطلعانا عليه كلنا، واخواتي وكلنا ماشيين عليه، اللي هو زيت حبة البركة. وطبعا سيدنا محمد قال على حبة البركة، يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال عليكم بالحبة السوداء فإنها شفاء لكل داء. فإحنا كنا بنجيب حبة البركة الأول اللي هي الحصى دي، وكنا بنغليها وبنديها للأطفال، بس لما عرفنا الزيت ده وجبناه وجربناه لقيناه بصراحة جميل حلو. مثلا لو الأطفال عندها احتقان في الزور حلو مثلا، وحلو للكحة برضو وللسخونة وللمغص، هو لكل حاجة. احنا يعني مثلا غطا زي دي كده بندي للعيل مثلا مرتين، مرة الصبح ومرة بالليل لو مثلا في سخونة ولا حاجة، وانا ابني عنده حساسية على صدره اللي هو بيكح على طول، وعنده اللوز على طول، فبديله من مشيه على الزبدة. هو بصراحة حلو، يعني مثلا لو هنجيب حبة البركة نفسها هنغليها ونشربها حلو، بس يعني هو ده الفايدة بتاعته اكتر من حبة البركة لما نغليها. انا مأخر عليكم لان انا ما بحبش انزل فيديوهات كل يوم وملهاش طلب، بجيب لكم الفيديو واسيبه فترة لان عشان اشوف، يعني عشان الناس اكتر حد يشوف. وانا مش عاملة القناة دي والله عشان اي حاجة، والله انا عاملاها علشان اي معلومة عندي الناس تستفيد منها، بدل ما نزل كل يوم حق فيديو وما فيش اي افادة منه. فانا عندي معلومات وعندي حاجات كتيرة انا عارفاها، فعملت القناة دي عشان اعرف الناس، مثلا اعرف الحاجة اللي انا عارفاها اقول للناس عليها. وحلو للجروح، وكمان اللي افتكرت كمان دي حلو كمان للجروح، يعني مثلا لو واحد مجروح ولا حاجة والدم كتير بينزل، بنيجي حاطين من الزيت ده زيه زي العسل النحل، بيجي منع الدم على طول، وبيعمل يعني زي مضاد حيوي وكده على الجرح، ما بيخليش يتلوث. ومعلش يعني ان انا باخر عليكم في الفيديوهات، عشان زي ما بقول لكم كده انا بسيب الفيديو لحد ما اكبر عدد من الناس يشوف. اهو هو ده زيت حبه البركه، بيتجاب من عند العطار وبيتعصر على البارد. ان شاء الله الفيديو الجاي هعمل لكم حاجه تاني، بس الفيديو الجاي ان شاء الله مش هعمل لكم برضو وصف، هتبقى حاجه غير الوصف. يا رب ان شاء الله يعجبكم اللي هو زيت حبة البركة. ومع السلامة.